اما بالنسبه للاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله، فالنهارده هيتم افتتاح معرض ديارنا للحرف التراثيه في العالمين الجديده بالساحل الشمالي، واللي هيستمر لمده شهر كامل لحد نهايه موسم الصيف. كمان النهارده هينظم مركز ابداع قبه الغوري حفل فني للفنان علي الهلباوي. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فمعرض ديارنا للحرف التراثية هيفتتح بمدينة العالمين الجديدة بالساحل الشمالي، وبيقام ضمن فعاليات مهرجان العالمين، وهيستمر لمدة شهر كامل حتى نهاية موسم الصيف الحالي. بيشارك في المعرض 120 عارض بمنتجات متنوعة. النهاردة هيحتفل محب القارئ الراحل الشيخ أبو العنين شعيشع نقيب قراء مصر الأسبق بالذكرى المئوية لميلاد آخر جيل عمالقة قراء القرآن الكريم. كمان النهاردة هينظم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية حفل فني للفنان علي الهلباوي الساعة 8 بالليل. هيقدم الهلباوي عدد من الابتهالات والقصائد الصوفية، منها قل المليحة في الخمار الأسود، مرسال لحبيبتي، وأنا أسميتك الجنة، وغيرها من أشهر المدائح الصوفية. النهارده هتعلن مجلة فرانس فوتبول المانحة لجوائز الكرة الذهبية عن أسماء المرشحين للجائزة العامدة، وبيترقب الدولي المصري محمد صلاح تواجد اسمه ضمن المرشحين لنيل الجائزة، بالإضافة لأكثر من لاعب على رأسهم كريم بنزيما نجم ريال مدريد.